شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل زوفرة. اي يا بابا وباش زوفرة زيدة الولاد راهو هذيا كلمة زوفري راهو جاية من اوفري سيدي خويا قلالي ايش بيكم مع التو يتكلموا وين الرقعة وصحة العين ولا خايفين لشدكم خطيبي يفشخكم ويعجنكم يا صار هذا كله خطيبك هو شرفنا يا تختخ يلا بالفيانسي تو يشبه النورمال متفتح يا زبزب هذا مازلنا راهو ما تخطبناش اما ان شاء الله في العشاء نصدعكم تجربوني سبوي تفدلك معاهما وقته هو تو نحبك تخرج عليا زويز المناظر هذوما برا من دراس يوم خاطرين وعدهم لازم العنف ماناش خارجين هاي خرجنا بلاوس الخطيب اي دو لازم يا باشي يا باشي يا شك يخاف يا عايتن الخو الكبير يا قنوشو يا قنوشو يا باشي باشي سرقاي يا باشي انا بديت اخاف يطلعشي باشي هذا البندي بتاع البلاصه اللي في بالي يا باشي والله حتى انا بديت اخاف اي باشي بندي بلاص وعنده بنية معروفه في البطاقين كل يا باشي بيزي 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 يلا تلموا ما كانش فزع عليكم بلاص الكل كان على مركز البوليسية أو قريب يا حاشش بيك احنا قاعدين نفدلك شوية معنا عمانك غير مشي فدلك بعيد يا بابا هيا ترى بسم الله على ولدي ضربوك بابا رد بالك انت علاش ما نحبكش تخرج باش ما تشوفش من نظر مقلبك ان هادي هيا برا رجع البيروك وما تخرجش عايش ولدي انا يظهر لي لازمني نمشي نعمل شويه كاراتيه يميله مو باش ندافع علينا كي راجل كل منك يا باشي ولا زوز ولادي يغلبوك مازا يمكن تبابر عليا وانا عمرك عديت عارك في البطاحي يظلمك شبيك رجعت لوسك في انا هجيش بيها كزبيز مش خيرة شت...
لذا يمكن اعتبار الطب النفسي اليوم هو طب المستقبل، وإن كان هذا الأخير أقل درجة من طب التجميل، هذا إذا اعتبرناه علاجا. تري بيان هكا سبع بون دالندا، تنجم طويكا تصبولي في الأورديناتور وبعد تطبعوا على بابيون تيت وتجيبوا لي نصحح فيه باش نبعثوا للجريدة. صار بشي تنشر في الجريدة؟ وي ما هو عنا صاحبنا عضو معنا في النادي نسيبه مدير جريدة، عاد نهار جابوا معاه قادر نحكيه هكايا اباطون رومبيو على برشا مشاكل. قال علاش ما تعملناش سيري تاع ارتيكلوات على طب النفس واحنا ننشروهم؟ قلت له علاش لا؟ واو دكتور هي ليسر، انا متاكده لي الارتيكل هذا باش يعجب القراء الكل. اي وتعرف بلندا راني بسطت فيه ياسر ياسر باش ينجموا القراء يفهموا. انا عجبني برشا خاصه القفله اللي على طب المستقبل والدبالي على طب التجميل. مالا ما هو ذاك نقاش العصر، على خاطر طب التجميل ماهوش كي الجراحه ما يعالجش. اي دكتور، اما طب التجميل زيد يعالج نفسيا كيما طب النفس. ترى زيد فسر لي شويه، زيد وضح. نقصد مثلا كي يبدا حد عنده حاجه في بدنه اللي مقلقته نفسيا واجتماعيا، باغ اكزومبل كي يمشي ينحي لي غيد على خاطر حس روحه كبر، مش هكاك العمليه التجميليه حلت له مشكله نفسيه؟ دلندا دلندا سامحني، رجع لي البلوك نوت، رجع جبت لي فكره انا نعرفها راهو غير ما نسيتها وبرا معناتها تنزيدها في الاخر. ميرسي دريا. جاب ربي فايقتني، ما كانش العباد غدوك تقراه تصير لي بوليميك وبلبلة. الي فورميدابل سيت في. شيء كلمة لي ساعة وعدني باش يكتب عليا ويعدي لي تصويرتي، ما عندوش الشجاعة باش يجي يقولها لي في وجهي. جبان وي مدموزيل. شو علي انا انت تحكي؟ نحكي مع روحي مثال الشعر. نوسع بالك يا مدموزيل، تو نوسع بالي وقت اللي يظهر لي. وانت مدموزيل شوف لي يا جنات مازال تبقى ولا لا؟ مزروبة راني عندي بروفة. اسمع يلا، انا نخدم مع الدكتور عزيزتي، ما عنديش حق نخرج من البيرو. به وهذا شي يعمل هوني؟ انا ما يش خدمتي يلا، وانا خد طبيب راهو، وهذيك عزوزتي خطيبتي. تفضل اختي مرجانة. مرجانة وحيا شسمك، ماني قلت لك ما عادش اسمي مرجانة. اقرا اسمي شيما سلطان. هاي تصويرتك على الديسك، وليت تغني يا خيار. يا اخي مش كنت تخدم قبل في ريستوران؟ شنو توا يا اخي؟ اي اما لا كنت طباخه ولا سيرفوس، انا مغنيه. هاي تفضل مرجينا. يا خواف. اسبوعي شتي خطيبتك متغش عليك. متغش على حكايه افرغ من الفارغه بربي، مش نحكي لك وانت يحكم. قبيلك عيطت لي في الكولوار، خرجت نلقى زوز هكا زوفره يتبعوا فيها. وش صار؟ شنو صار؟ خرجت لهم اي وعمرت عيني وكخرت لهم. ذابوا هكا بالخوف، انا شبرت يدي وشنبت عاد وطلع شكون يخرج من الحنوط بتاعه هاي. تبى تبيع البيجي. اي ويا ريت ما خرجش، العب لي فيها عيروض وشعر لحمه تقي. يا اخي امي خرجت وتفرجت الحكايه. شاب ربي امك خرجت. الواجه ربي امي خرجت، يا راكم تشدهم بالواحد بالواحد تدقدقهم. ما بيناتنا خفت تصير شو هكا قدام الكابينه تاع سيدي خويا. فلتوا مني الله يهديك يا باشي. حاضر دكتور الله يبارك. اسبوعي انا بحضر دكتور. انا بحضر باشي. لا انت ما تتحركش من هوني حتى نرجع، ما تخليش الصاله فارغه اسبوعي. شنو هكا انت؟ نسيت كل تحكم فيا؟
تحطوا لي العسل. هاكا سيد لندا زدت في الاخر فقره تقول اللي الجراحه التجميليه تنجم تعالج مشاكل نفسيه. شنو هو زاده؟ الدكتور يظهر لي اللي فما موضوع هام ما جبتش عليه. ابو كيفاه ترى؟ مثلا المشاكل النفسيه الناتجه عن تشوهات من جراء الحوادث. تري بيان، هات يلا نزيدوه، هات. تفضل. بالله يا دلندا يعيشك. وي. إذا عندك أفكار أخرى قولهم لي من طوع. حاضر دكتور، الله يبارك. مين لا؟ بربي خالتي جنات، خذ لي بخاطري وعمل لي قهوتي بالبن متاعي. أوه خالتي، شبيها القهوة متاعنا شنقصها؟ سي لي، هذا بن امبورتي، وأنا مدير أعمالي قال لي باش نعود نستحفظ على صوتي، والبن السواقي مش باهيلي. عاد هذا بن كينات، ما يجيش في الززوة راه. ما يسالش برا عمل لها قهوة بالبن متاعها برا. جيتك خالتي جنات خاطرني حاسة اللي عندي كيف التابعة. لطف، كيفاش؟ هاني باش نفسر لك. عملت ألبوم يقتل، عملت فيه 20 أغنية، 10 من التراث متاعنا و9 غنيات من التراث متاع نانسي عشرة من نجوى كرم، وغنية لحنها لي مدير أعمالي وكتب لها الكلمات زادة. هيا مبروك مبروك. تمين مبروك. الألبوم ما حبش يتباع، وحتى إذاعة ما حبت تعديه. بالك شي الأغاني ما عجبوهمش؟ دقة ولا في اللي ما يحبش الفن متاعي، أنا يالا غنياتي يقتلوا هبال. إيه كي يقتلوا بالسيف العباد يخافوا منهم. تي ليه؟ أغنياتي هبال، ريتم جديد وموزيكا جديدة وكلمات متاع وقتنا توا. مالا 100% يقتلوا زادة. الطبيعة يقتلوا. هاني باش نسمعك مثلا. أصدر. باهي يالا سمعني. هاني باش نعطيك المطلع. حبك اترشق في قلبك الفشيكة، خلاني نتقلى كالبريكة. الله الله الله، زيد زيد. عمش نغنيها لك، اسمع بالجديد. حبك اترشق في قلبي كالفشيكة، شيكة 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 شيكة، خلاني نتقلى كالبريكة ريكة 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 ريكة. كيريتك خارج من الشريكة، خلتني نشطح على مزبوط. أوه سيكا 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 سيكا، ريت محليها الأغنية، حتى مخرج ما حب يعمل لها كليب. باش تعمل كليب؟ أما أنا عايشة أختي نمشي نمثل معاك، جيتك بجنيب بربي نمشي نمثل معاك. عزة حط القهوة وبرا مشي تفقد شي حد في الصالة. حط عز. يلا. أوه ما عرفتش تعملها الطفلة. حسيلو خالتي جنات، شوف لي. أوه دي هيك شربت التنوة اللي في قاع الفنجان. ليه؟ انا قهوتي ما تعملش التنوى. ايه مال الفجير كيف بشي تقرا للا؟ ريت معه خالتي جنيتة، قلت لك شي، ديك خاطر ورايا التابع. يا خيط عليها، والله الله يهديها. على شكون؟ ايه دولندا. شو عملت لك زاد؟ بربي كيفاش تخرج وتخليك وحدك؟ يا اخي ما تخافش عليك. طيب شو عزة؟ ما زيديش الحكاية. أين حكاية؟ الحكاية متاع بكري. ما فهمتش؟ لا فواك، سربت. أي الحمد لله يا ربي، هاو الجارد كور متاعك جاي، هكا النجم نمشي وأنا متهني عليك. شبالة خطيبتي؟ واش تقصد؟ بربي يزيني باش ما كان حكايه بتاع صباح ويرخ يا فيرعين. قال شنو انا خواف وما عنديش قليب. عجب، يبدا الواحد مو سالم وحد واحد روحه واللي خواف عندهم. ريت يا باشي على خاطرني داخل مبوشتي انا.
تعرف ماجي من هو كان باش نوري عرود انا مسيب ولي متعدل في الكولوار شابك فيه. لا 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 يا صبوح مش به. اسمع عندي فكره هايله هايله برشا باش تكبرك في عينينا العزه نتاعك. قول لي باش احكي لي فيه شكون الحكايه. يا باجي كمل الدبار عايشك اخذت عليه الحانوت تنكملوا حكايتنا غادي براحتنا وما يتمقصش علينا حد. اي خير اسبوعي تحبش المره هذه نعمل لك اسيغونس؟ اسيغونس الواش وا يا اخي تو ما شعفت من دباير الباجي. اسمع رد بالك هذاك راه باجي صاحب يا ما نحبش تكون داخل بيني انا وياه سبعة. صباح الخير اختي فضيلة. نهارك دقلة وحليب ولفتي. امي فضيلة هاي تمشي معنا المعرض؟ لا فضيلة المعرض هذا فيه يجي 50 بلاد والسلع اشكال والوان. يا ما انا مازلت ما طيبتش الفطور. انتي بنتي اتو ناخذوا كاسكروتات. يا خلينا نتكلم علينا احنا فينا على فطور سليمان واسبوعي وبناتك زيادة. اتو سخنوا البيت وكانت على البنات عطيتهم باش يفطروا لبرا ما عندهم سمين بلوكي. تكلم بشدك ما تعرفش اللي راجلك ما ياكلش البيت. ومين تعرف هي اختي فضيله الله يهدي تي عمرها طيبت له المغبون. امك ماما نفدلك عليك زينوبتي. وانت زيد اختي فضيله بربي يسي حتى من الدليل تي ولادك راهم كبروا ولا رجال شنو هذا وبرا نهار تسخنوا البيت سي با لو فان دو موند. تي هاي عاد امي فضيله تعرف والله تنجم تلقى حاجات حلوين لزهاز عزه. زعما برد فيهم انت وراجلك ساعه على الفطور وقول له زيد اللي انت وامك لحيتوا عليا وكركرتوني بالسيف المعرض. وتي فاش قام السيناريو كله اختي فضيله؟ تي لي عاد يا امي باش كان سليمان تغش على الفطور يعرف على شكون يلو. مش هكا يا امي فضيله. يزي زينوبه. وي دلندا زينب مرتي عدي هيل. وي زينب بشيل المعرض براو ميسالش شو شو نسخن البيت يخش بيها امي ما حضرت حتى شيء. باهي باهي لالا باهي داكوردو كيفاش طبعا باش ترسيلي انا دو. علاش ليه دلندا جيني وي دكتور دلندا من فضلك عايش كذوما الفيشات نتاع المريض اللي كان بحذايا باهي. قولي دلندا بالله هي انت مستانسة تفطر في الحومة لهنا تعرفش هكا بلايصة نظيفة؟ سا ديبون انت عندك فطور نتاع خدمه؟ لا عندي فطور نتاع غلبه تبقى انا مانيش فاطر في الدار. قلت انت تعرفش ريستورون كي مش لازم ما كرتو تكون بنينه اما على شرط نظيفه. تعرف دكتور انا مش باش نفطر في سالف حال جديد هوني مش بعيد على البلاس. بو كان تحب امشي معي. زعما مي اما اسمع شو على شرط انا نخلص راه. دكتور الخلاص مش مهم المهم الميكلة تعجبك. انا يظلي من توا بديت نجوع. فهمتني تسخن وتفطر انت وخوك تمشيش تفطر وحدك وما تستناش. باهي باهي استنى امي ساقي ساقي وعرف فطور. ايوا عايش ودي نحبك هني. تتهنى يا ابني عمرك شو قلت لي عاد وانا ما عملتهاش. مو هذيك الغلبه وين؟ يا امي فضيله يا امي فضيله هيا ما عادش بكري والله كان يخرج سليمان ما يتكبش فينا. سمعت شو قلت لك؟ تفطر انت وخوك. باهي شبيك بدور عليها كي الوزغه وزغه ساعه قول لي جماعه وين ماشيين؟ وش يهمك يا ناس ناس؟ نعم نعم انا نسناس بالله يا اسبوعي ما انا النسناس يقول لك المشروع اللي ما بيناتنا انيلي الغي يا الغاء
يا باش يا باش يا باش يا باش يا راني نفضلك معاك فرسست يا خويا اسمع مسور المعرض صباح بلبوش بلبوش دي يولي وجدي امان بيجي ما تحرمنيش من نصايحك وضبايرك باهي 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 هز من هذا القفل دخلك نجي تطلب السماع بخشم فهمت الخطة ولا نعود لك؟ لا فاهمها وقيت عود لي خير باهي سيدي ركز معايا ماني قلت لك باش نعيط ولد خالتي الحانوت هي ما هو هذا اللي باش يلعب فيها باندي ولي انا باش نعطي تريح قدام عزه لا موش تريح ورد بالك تعب الحمله كيما هذه تخوفوا برك الرجل هذا لو كان تمسه بلا قصد الا ما يفرقك من بعدك فهمت؟ باهي باهي برك قول لي ساعه باشي كيفاش باش نعملوا باش حاجه تحضر على العركه هذه حاجه سهله برشا حاجه من هذه تهرب عليا انا الخطه نتاعي محبوكه ومدروسه كيف باهي باهي برك قول شانك ممر نتاع كوت باهي ساعه قريب وقت يجي ولد خالتي للحانوت نخرج انا نعس على عزه هي تدخل الصاله وانا نجيك نجري مرحبا بيك بكل وقت يا ودي نجيك نجري خايف هكا ونرعى شو بدي نعيط يا اصبوعي يا اصبوعي اجري فما واحد باندي قاعد يتهدد عليا بالحانوت ما خلت انا وعزه وانا جينا هنا نكبش فيه ونكركر برا كي وندزه في دروج ونقول له اسمع زي ما عادش ترجع لهوني يعطيك الصحه وقتها عاد تكبار في عينين اللي عزة نتاعي هيا وحدك وحدك بالي باش اما نحضروا سيدي خويا كان نضرب عصوري بحجره يا ودي فك علينا خوكم هف يحمل يفيق بالسيناريو بي عايزي ددو خلي تعرف شكون اسبوعي يا ودي اش مدخل دلده في الحكايه المهم انت ما تفرفش باش العزة نتاعك ما تفيقش انا نلعبوا يا اخي احنا خلي ساعه وقت يجي وتخبك خلي تعدى بعد الفطور وقتها يقوم يخدم فيديو في بواطه وفي اوقات فراغه يخدم ممثل هيا بيه باش ذكرتني خليني نمشي نشوف حكايه الفطور مع سيدي خويا يا زهلاوي ماشي شنو هطلع بهم شنو 20 دينار 20 دينار نتاع شنو هبت يديك 10 دينارات نتاع الدبار نتاعي و10 دينارات كاشي نتاع السيد اللي خدك عليه ممثل ممثل؟ ايه فين ممثل؟ شبيني عمري ما سمعت بيه يا ودي مثل في فيلم نتاع التوانسه كل ما يحتاج الواحد باندي يا عيطول ايه لو نعطيه 10000 بعد نمشي نجيب جون كلود فان دام ربي وانا شي يهمني برا نجيب حتى جاكي شون وجيب زاد شكون يدبر عليك الدباير بيجي بجبوش فاتك مع اخرى وشو مش مكتشف مثلا خلي ديرك سيبها وعشان ايه وكتب الحكاية على خير كمل لك الباقي تمام فوبا قاعدة لندا علاغ دكتور حاضرة؟ شنو حاضر؟ أنا من قبيلة وريكتي سائلة حتى هنا باش نمد بالجوع دكتور اسمع اختنا من كلمة دكتور هذية سورتو احنا توا في أوقات خارج العمل وماشي نفطر أنا وياك راس راس اي تفضل تفضل ان شاء الله مدام زينب ما تسمعش بينا تمشيش يمشي في بالها حاجة هكا ولا هكا إيش خلص إن شاء الله لا إن شاء الله إن شاء الله ما تشلقش ماك تعرف برشا نسيها كي مش كيكين وذي ناتج من الخلفية الثقافية والاجتماعية المتراكمة سي سليمان وي كلامك يتسرد زرتان حقك حقك تزيد تكتبه في الارتيكل نتاعك هذا بسم الله العظيم الرحمن الرحيم صرتوا هوني لا 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 احنا ماناش هوني احنا فوق السطح قول لي سيدي خويا باش تطول من بعد علاه تسال وش بيك توا بالذات تسال فيا مسستة وش عليها وانت شبيك تقدس عليا سيدي خويا ايش عندي قلت لك اي اي ماشي نفطر ماشي نسخن لك الفطور لا 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 خارج نفطر لبرا 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 شنو البرا وين برا حسب ما تهمكش اي نعرف ما تهمنيش امي حلفتني نفطر ساقي وساقك مستانس نفطر معاك بسقايا يا سوسو الدكتور سليمان عنده فطور نتاع خدمه لبرا تبع الجمعيه افكتيف ما مالاش باش نعمل هذا تو ما عندهم باش نفطروا مع بعضنا باش نقول لامي تو والله تقول لها اللي سليمان كبير وينجم يفطر وحده وانت ياك عندك البيت سخنه بيت بيت انا نفطر مع البنات لا 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 حتى البنات زاده فاطرين لبرا زاده
زادو ما نقدر نفطر معاك. انا لا انا 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 عندي مع شكون باش نفطر. ها عندك شكون جاي لهوني؟ لا معناها باش نفطر لبرا. زاد شنو تقول ما نقدر نفطر وحدي انا؟ والله انت عاد كبير وتعرف ما يصلح بيك. يا بون انا خارج توا. يا بو حتى انا خارجه. ما لا نخرجوا مع بعضنا. سوسو اما نسكر انت البيرو؟ هاي شيء طيبه. شو يا جماعه كل خارجين يفطروا برا؟ نقعد وحدي انا؟ زعما حتى نمشي نفطر برا؟ نانا نانا جدة مان علاش فم؟ نحبك تشوف لي في الفنجان قديش باش نقعد عايشة على الشكشوكة. من غير ما نشوف لك ماني قلت لك ما دامك عايشة تحت هالسقف هذا تاكل وتسقط. واه ايش فيك تغششت نانا؟ والله نفدلك عليك ماك تعرفني اين الشكشوكة نحبها ونموت عليها هي محسوب بتربيا بيها. واه شنو هذا؟ واه نانا اش ثم؟ شفت لي حاجة؟ خوفتني. اش ثم هالتن والكل؟ واش نبهت عليك تعملي لنا قهوي لينا احنا تحط شطر مغرفة بنا كهو؟ سيدي خويا هي وفطرنا ثلاثة مع بعضنا. فطرنا ثلاثة مع بعضنا. فرحان يحرز لك الراجل اللي عندي معاه موعد ما جاش. وين زيد صاحبتي ما جيتش؟ بلا صدوة كيفاش تقابلنا ثلاثة فرد سيلف هذه لو كان حكاية أختي زيني ما تصدقني. شو توا حكاية فارغة كم ناخد الحكاية هي الوقت تعاود توا أختك زيني الوقت بلا زهر ولا زهر خلش عني نعملناه بالعالي زهر زهر شنو زهر زهر يكسر الحجرة مش هكا سيدي خويا وزيد يعطيك الصحة اللي خلص لنا الفطور. أي حق فكرتني ميرسي دكتور. العفو يا اللي العفو حسيلو قاعدة معاكم انتوما زوج ما تتشريش بالفلوس. ريت ريت زيد خويا هكا راهو. كان جاك اليوم ايش اقول لي؟ اما رد بالك كي تقول كلوار. اشتري لي اخويا اصبر اشتري لي اش فما يا باشا تكلم. هذاك اليوم خليته في الحانوت ما تغشش على خاطر الستار بتاعه ما حضرش هيج وميج ويهدد فيا باش يعطيني تريح. وانت يا باجي خايف من النور؟ شنو خايف اسكت لك تشوف فيا نعش راهو سبنتري سقف بيته ما عصرش. خواف جايب خواف اخر باش يدافع عليه. خواف هذا تشوفوا ايش يعمل خويا باجي ما تمسنيش ما تحسش باش ابعد ابعد خلينا نمشي له. يا ولدي وين ماشي يشهوني قالك باندي. اي باندي وما عنده وين يدور الريح زاد خليني نكلم البوليسيه. اي اطلب البوليسيه نتاع النجدة توا يجوا في دقيقه. لا 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 الوين البوليسيه شو هتعملوا فيها توا اسبوع يتصرف دادو مش لازم الشرطه عزوزتي هاني ماشي له كم تيت وما رجعتش اطلبوهم. ها شو توا قول لي اشتختار تبونيا عمقية محبس دماغ سطل ولا شو هاي هاتي راح شو متغششتي نتغشش نص هاي نتغشش ولك الماشي راهو صاحبي وكي خويا واللي مص منه شعره نطلع له بريح وانا هاي اخت اخرج اخرج برا اخرج فهمني البر هذا ما عادش نعرفه ما كانش مني بين هرسك امشي امشي يا هاو طلع ماضي اسبوع يا سلاوي ماشي لو كان جيت ضربه خاطيه انا اسبوع نعرف راهو كيتلبس ما عادش عنده وين يدور الريح. ايه اسمع يا سيدي شو طلع منه فهمني ساخت ما عادش نحب راهوني
فهمت؟ لازمك ترحش مني كان ناخذ قدامك، فهمتني؟ انا قلنا بها لازم نعاودها خلي سيدي خلاص. برس العصوص برس خلت البيج عيش خويا ما نزيد شويه خليني نفيش شويه عجبتني ربي يفضلك نزيد شويه برك عيشك باهي اخر مره باهي باهي يا سيدي بالرحمة ما تقشش ما تقشش ما باش نشدك كي من خوك شويه ما تقشش اجل نركزك انا بدي ما سيبني لك قطر حلوة هذه ولا هاكا لمت الشرطة جايين في ثنايا كلمتوا الحاكم علاش هكا يا باشا احنا متفاهمناش هكا شو متفاهمتوش فيش وانت سايبني تمثيلية وفات شو تمثيلية اما تمثيلية زادة وانت عايت البوليسية بالحق وعايت البوليسية بالحق نخوف فيه الكل من تبايرك هذا نهر انت وياه لما تفوروه البلاصة هذايا فردة ورقة تحتها هنغز الماشي صحك عليا في الشمال صحك عليا هذه زادة اسمع نعرف شو بتقول خوف ونص ايش تعبني نعمل زادة اسمع وفكرتك اللي تحب تعمل كاراتيه باهي اللي كنت تخمم فيها بالعكس الساعة ظهرت لي ياسر رجولي شكون انا؟ اسبوعي عملتك التمثيلية هذيك الكل باش ترجع تكبر في عينيا يا زوجتي ورغم لي مش فاهمك مش تقصد ما بيسالش اللي دير ميدا انا اللي كبر في عيني كل نظر رجولي رجولي بركة رجولي وحوي وشجاع سعدي بيك سعدي بيك اسبوعي الراجل رجع رجع اي يا ماشي والخط شوف لي حل